الحقيقة اللي حصل انه ادارة البروتوكول بعتت للديوان الاميري في قطر واخبرتهم انه اللي هيقوم باستقبال تميم هو المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء. وانا بقول كلام يمكن لاول مرة يذاع يعني. فالتميم مؤهل انه اللي هيقابله هو ابراهيم محلب. وفعلا تسربت اخبار كده من مصادر سياديه لانه محلب هو اللي هيقابل تميم. نزل تميم من الطياره بتاعته وفجاه لقى قدامه الرئيس عبد الفتاح.